تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية، شاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في جلسات منتدى الاقتصاد العالمي النقاشية. وقد استهل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد مشاركته في جلسات المنتدى بالتأكيد على أهمية دعم القيادات العليا في تحقيق استدامة عمليات التحول الرقمي للخدمات. وتضمنت محاور النقاش وسائل تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتأكيد على استفادة كافة فئات المجتمع من التطور التكنولوجي المتسارع. نيابة عن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ترأس السيد يوسف عبد الله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان الشقيقة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال ذات الشأن الاقتصادي والتنموي، والتي تضمنت الإحاطة بقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته 43 بشأن الوحدة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري 17 بشأن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، واستعراض حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك. كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بخارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، والاطلاع على آخر مستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها، إلى جانب الميزانية الخاصة بالمكتب العام 2024، ومتابعة تنفيذ خطة وآلية عمل البرنامج الزمني لبناء النموذج الاقتصادي الخليجي المشترك وبرنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استعراض تقرير مفاوضات التجارة الحرة. حصلت بورصة البحرين على جائزة أفضل سوق مستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2023 من قبل مجلة وولد فاينانس، الأمر الذي يؤكد التزام البورصة بدمج أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أسواق رأس المال في البحرين، كما يبرز دور بورصة البحرين في زيادة الوعي بأهمية الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والشفافية في الشركات المدرجة، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الدوليين وأفضل الممارسات. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. الأسواق العالمية تشكل قلب النشاط الاقتصادي العابر للحدود، وتشهد هذه الأسواق تقلبات مستمرة، وتبقى توقعات الاستثمار والأداء غير مؤكدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ جورج خوري، المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI. بداية أستاذ، كيف تقيم الوضع الحالي في الأسواق العالمية؟ هل هناك تطورات رئيسية تستحق الاهتمام؟ اهلا انا سريم وشكرا للاستضافه لليوم. نعم، هي نحن في عنا هلا الجو اللي كنا فيه الاسبوع الماضي كان عندي صعود بالاسواق الماليه بسبب استبعاد احتمال رفع الفائده بقى بالولايات المتحده وبالنسبه للفدرالي وحتى بالمنطقه الاوروبيه كمان. هلا عم نرجع نعيد طرح هيدي الاسئله، انه هل في احتمال رح نرجع نبلش نشوف رفع للفايدة وما وصلنا لنهاية رفع الفايدة والتشدد من قبل الفيدرالي؟ فالأجوبة اللي عم تجينا من البيانات الاقتصادية، عندي مثلا كان الأسبوع الماضي الوظائف غير الزراعية اللي اجت أحسن من التوقعات بتقريبا 187 ألف وظيفة جديدة كانت بالشهر الماضي. عندي الـ Purchasing Manager Index مؤشر مديرية المشتريات الصناعي والخدمات، نعم، عم بيجوا اثنيناتهم أحسن من التوقعات بالولايات المتحدة. فكل هذا الجو بيعطي الاطمئنان للفيدرالي إلى حد ما، نعم، أن وضع الاقتصاد بعده جيد نسبيا
بعدنا عم نبعد عن احتمال حدوث الركود الاقتصادي. فبالمقابل التوجه بيصير على تشدد بالسياسة النقدية أكثر ورفع الفائدة، بالمقابل بيؤدي لهبوط وتراجع بالأسواق الأمريكية وقوة على الدولار الأمريكي، بالمقابل كمان بتؤدي لهبوط على الذهب وعلى أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي. أستاذ جورج، ما هي العوامل التي تؤثر في أداء الأسواق العالمية في الوقت الحالي؟ حاليا عندنا التركيز من ناحيتين. أول شيء الاقتصادات الكبيرة عالميا، يعني عم نطلع على الولايات المتحدة، عم نطلع على الصين من ناحية الاقتصادية ومن الناحية الصناعية بنفس الوقت. هذه من ميلة. من ميلة تانية كمان عم نطلع على السياسات النقدية المتبعة من قبل المصارف المركزية، مثل ما هلأ كنا عم نحكي بأول سؤال. خلينا نركز شوي هلأ بالنسبة للمنطقة الصينية وبالنسبة لآسيا. بالنسبة للصين كان في عنا توقعات نحن لتحسن بالحركة الاقتصادية بشكل كبير، ولكن حسب اللي عم نشوفه هلأ وبالشهرين الماضيين وبالربع الماضي كنا عم نشوف أن توقعات ما كانت عم تجي مثل ما لازم. فعليا عم نشوف تراجعات بمؤشر مديرية المشتريات، عم نشوف تراجعات بمبيعات التجزئة، وعم نشوف تراجعات بالحركة الاقتصادية بشكل عام بالصين، وهذا بالمقابل بلش يأثر على أسعار النفط، عم نشوف النفط كان عم بيتراجع. ولكن القرار اللي طلع من قبل أوبك بلس هذا الأسبوع اللي هو تمديد تخفيض الإنتاج من هلأ لآخر السنة، هذا بالمقابل أدى لارتفاع بأسعار الطاقة. بالتأكيد الأستاذ جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.